الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله الأسبوع 11 للدوري العام المصري، النادي الأهلي سيلاقي نادي مصر المقصة في واحدة من المباريات الهامة جدا. كل مباريات النادي الأهلي سواء المحلية أو الأفريقية خلال هذا الشهر وخلال الشهر القادم أو خلال السنة كلها هتبقى مباريات صعبة جدا ومباريات هامة جدا. أولا قبل بس ما أبدأ أتكلم عن هذه المباراة، كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله سنة تبقى جميلة علينا كلنا كأهلوية، إن شاء الله كل البطولات تكون في دولاب النادي الأهلي، دولاب الذكريات أو دولاب البطولات اللي متواجد في النادي الأهلي، إن شاء الله الدوري وإن شاء الله البطولة الأفريقية وإن شاء الله الكاس تبقى سنة جميلة جدا، والسوبر طبعا المحلي وكل والسوبر الأفريقي اللي هيتلعب إن شاء الله في حالة ما فزنا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إن شاء الله كل البطولات النهارده او السنه دي نادي الاهلي يستطيع ان يفوز بكل هذه البطولات ويسعد جمهوره. نتمنى ان شاء الله ان هي تكون سنه جميله علينا كاهلاويه وسنه جميله على كل حبايبنا وكل اصحابنا وكل اصدقائنا. كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما قلت لحضراتكم مباراه هامه، مباراه صعبه جدا، مباراه مصر المقصه دائما ما تكون مباراه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا لما يبقى مع المدير الفني لمصر المقصه واحمد حسام ميدو، واحد من المديرين الفنيين الشباب الجيدين جدا اللي عامل خلال الفتره الاخيره هناك نتائج متذبذبه لنادي مصر المقصه، ولكن في النهايه يظل اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو او يطلع كل اللي جواه علشان يقدر يكسب النادي الاهلي، وخصوصا في حاله او في هذه الحاله حاله تصدر النادي الاهلي للدوري العام المصري. وطبعا منذ قليل فاز المقاولين العرب على الاتحاد السكندري وتصدر الدوري العام المصري حتى ولو مؤقتا لحين انتهاء مباراه النادي الاهلي ومصر المقصه، ودلوقتي مباراه الاسماعيلي وامبي شغاله، شوطها الاول اعتقد بينتهي بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. هقول لحضراتكم كل النتائج ولكن في وقتها ان شاء الله. عموما الكل بيستعد لهذه المباراه، كل لاعبي النادي الاهلي متواجدين في هذه المباراه. طبعا زي ما حضراتكم عرفتوا من برامجنا امبارح ان محمود كهربا خارج قائمه الاهلي النهارده لسبب او اخر، هنعرف ايه هي الاسباب وهنشوف كل هذه الامور، ولكن في النهايه محمود كهربا لن يكون متواجدا في القائمه الرئيسيه لمباراه اليوم. اللي هيحصل النهارده التشكيل اللي هيلعب بيه ريني فايلر، هل هيفاجئنا بحاجه جديده؟ هل هنشوف ايه اللي هيحصل بعد قليل ان شاء الله. هيكون معانا مراسلنا من ارض الملعب وهيقول لنا ايضا على التشكيل الرسمي، وزي ما حضراتكم شفتوا من شويه وزي ما سمير جاب لكم كانت الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي بيتحرك الى استاد السلام، استاد السلام اللي هتقام عليه هذه المباراه واللي بيستضيف دائما كل مباريات النادي الاهلي في الفتره الاخيره وان شاء الله خلال الموسم القادم. عموما كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه المباراة. زي ما قلت لحضراتكم كل المباريات مباريات صعبة، كلها مباريات مهمة، ولكن يتبقى التوفيق إن شاء الله. ربنا يبعد عنا الإصابات، عندنا مجموعة كبيرة من الإصابات، ولكن في النهاية ريني فايلر قال إن أنا عندي لاعبين أكفاء يقدروا يلعبوا في أي وقت وفي أي مكان، وهو عنده اللاعبين اللي يقدروا يظبطوا الأمور داخل الفريق، علشان كده هو ما عندوش أي مشكلة، إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده وتصبح المباراة التاسعة، ده اللي نتمناه. زي ما قلت لحضراتكم كل النتائج في كرة القدم سواء مكسب أو تعادل أو هزيمة هي متاحة للجميع أو للفريقين، الفريقين الأهلي ممكن يكسب، الأهلي ممكن يتعادل، الأهلي ممكن يتغلب، هذه هي كرة القدم، ولكن دائما اللي معروف على لعيبة النادي الأهلي إن هم بيسعوا إلى بذل كل الجهد خلال المباريات علشان ربنا يكرمهم ويقدروا يكسبوا. نتمنى ان شاء الله ان كل لعيبه النادي الاهلي النهارده يسعوا ان هم يكسبوا كل المباريات او يسعوا ان هم يجتهدوا خلال المباراه عشان ربنا يكرمهم في ظل هذه الظروف الصعبه، في ظل حاله من ضغط المباريات الكبير جدا جدا خلال هذا الشهر والشهر القادم ان شاء الله. مع حضراتكم دايما على قناه النادي الاهلي الساعه ونص اللي قبل المباراه دايما بتلاقونا بنجيب لحضراتكم كل الكواليس سواء في الفندق أو حتى والأتوبيس ماشي في الشارع رايح على استاد السلام، والآن وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ملعب المباراة. زي ما حضراتكم شايفين صلاح محسن بينضم إلى القائمة الرئيسية، هنقول لحضراتكم بعد قليل. طبعا ده الكابتن ماهر عبد العزيز المدير الإداري للنادي الأهلي، كابتن أحمد فتحي وصلاح
احد عمال المهمات اللي موجودين، كابتن حسام عاشور، وليد ازارو، وبقيه اللاعبين بيتوافدوا على غرف خلع الملابس الخاصه باستاد السلام. طبعا ده الاستاذ عمرو او كابتن عمرو محب. عموما هي مباراه صعبه جدا. طبعا النهارده مباراة مصر المقاصة، ومصر المقاصة بيلعب على استاد السلام. هي من المفترض أن تكون مباراة خارج الديار بالنسبة للنادي الأهلي، لأنها مباراة مصر المقاصة. زي ما قلت لحضراتكم، الكل ينتظر في هذه المباراة إيه اللي هيحصل في هذه المباراة، التشكيل، التغييرات، هل النادي الأهلي سيستطيع أن يكمل سلسلة فوزه ويستطيع أن يفوز في الفوز رقم 9 في الدوري العام المصري ويحصد 27 نقطة، ولا لا قدر الله من الممكن أن يحدث شيء آخر. ده اللي هنشوفه. طبعا المباراة هتبدأ في تمام الساعة 7:30، وإحنا هنكون مع حضراتكم قبل المباراة لغاية الساعة 7:30، وبعد المباراة مباشرة هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل إن شاء الله كل الكواليس ما بعد نهاية هذه المباراة. هل عندنا النهاردة مراسلنا جاهز ولا لسه؟ طيب، يعني المفروض ان هو يكون جاهز معانا، فاتمنى ان هو يكون جاهز معانا بعد قليل. والنهارده بالمناسبه علي معلول نجم النادي الاهلي، كل سنه وانت طيب، عيد ميلاده النهارده، ربنا يديله الصحه. واحد من اللاعبين الجيدين جدا، وواحد من اللاعبين المميزين جدا في النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب علي. كوره عرضيه اوبا، سلام سلم، الشبكة بتتكلم، وهدف للنادي الأهلي. علي معلول قال لها روح يا راحت، قال لها مر مرة طول الفعل بالقدم اليسرى، حلوة 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 في شباك الهاني سليمان، صاروخ لا يصدق ولا يرد. علي معلول بوب بالقدم اليسرى، قال لها روح يا راحت، قال لها مر مرة طول الفعل. سجلت الهدف الأول لفريق النادي الأهلي، ليتقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل المحتسب بدل من ضائع. بص علي معلول بوم، يا عين مش صداع خالص يا جماعه، ما عادش يجيب الصاروخ ده، ده صاروخ، صاروخ من علي معلول. ارض جو على طول في الشمال، يتقدم النادي الاهلي بهدف اول لهم في هذا اللقاء. قال لها روحي راحت، هو ده علي معلول. نتمنى له يا رب النهارده ان تكون، ان يكون في اوج عطائه، ويستطيع النهارده ان يكون له دور كالعاده الحقيقه دائما مع النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب علي، نتمنى لك يا رب كل التوفيق والصحه والعافيه خلال سنوات عمرك اللي متواجد فيها. خلينا نروح كالعاده الحقيقه زي ما بنعمل لحضراتكم داخل ملعب الاهلي. زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب هيقول لنا ماذا حدث في المحاضره الفنيه، اذا كان عنده اخبار عن هذه الامور، وايضا ماذا حدث في ارض الملعب. زميلنا فاروق صلاح، ازيك يا فاروق، اخبارك؟ اتفضل. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل جماهير النادي الاهلي يا رب طيبه وبخير. كل سنه وطيب علي معلول. ان شاء الله عام جديد يا كابتن اسلام يكون عام مليء بالانتصارات، مليء بالبطولات لفريق النادي الاهلي، ويعني ان شاء الله تبقى معاه عوده النادي الاهلي لمنصه التتويج الافريقيه والعوده لكاس العالم للانديه. طيب، نتمنى لك، نتمنى يا رب طبعا ان احنا نروح لكاس العالم للانديه مره اخرى، ويا رب ان شاء الله يكون. انت عايز تقول حاجه؟ اتفضل. هو طبعا ديلي زي ما حضراتكم هتبقوا عارفين، ديلي. استنى شويه، كواليس فريق النادي الاهلي في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي من اجل مواجهه فريق مصر المقاصه في الاسبوع الحادي عشر للدوري العام موسم 2019 و2020. يعني كان في بعض التعليمات من مستر ريني فايلر على مدار الايام اللي فاتت من اجل الاستغلال المزيد من الثقه اللي عند لاعبي النادي الاهلي، والدفعه القويه اللي خدها فريق النادي الاهلي
خاصة في مشواره الإفريقي واعتلاءه لقمة الدوري المصري. ركز من خلالها أيضا في التمرينات الأخيرة على استغلال الكرات الثابتة والكرات العرضية إن شاء الله نتمنى نشوفها في كمان خلال هذا اللقاء. النهاردة فريق النادي الأهلي كابتن إسلام في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، زي ما قلنا الروح المعنوية العالية ما بين لاعبي النادي الأهلي، ارتفاع الروح المعنوية، حالة التركيز والجدية اللي عليها لاعبي النادي الأهلي من أجل مواصلة مشوارهم في درع الدوري وإحراز البطولة رقم 42. مستر ريني فويلر كان أعلن قائمة الأهلي لهذا اللقاء، زي ما ضم، زي ما حضرتك عارف كلنا عارفين، ضمت كل من الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيع وياسر إبراهيم وعلي معلول، أليو ديانج والسلية وحسام عاشور، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ وجيرالدو داكوستا، ومروان محسن ووليد أزارو، وعودة صلاح محسن اللي يعني ليه بعض التعليمات الخاصة اختصها مستر ريني فايلر في الفترة الأخيرة مع صلاح محسن، اللي نتمنى إن شاء الله هنشوفه في الفترة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله، خاصة في ظل الغيابات اللي بيعاني منها كابتن إسلام النادي الأهلي، غياب جونيور جايي وحسين الشحات للإصابة، وأيضا غياب سعد سمير ورمضان صبحي. على الجانب الاخر كابتن اسامه عايز اقول لك كواليس الاخبار ايضا في الجانب الاخر في معسكر فريق مصر المقصه، كابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقصه كان عقد اكتر من جلسه مع اللاعبين في الفتره الاخيره من اجل حث اللاعبين على اهميه لقاء النادي الاهلي، ويعني استغلال الفتره الاخيره يعني مرحله سوء النتائج، عايز ياخد دفعه في مواجهه فريق النادي الاهلي، خاصه ان فريق مصر المقصه بيعاني يعني من سوء النتائج في الفتره الأخيرة والتعادل الأخير أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق. عقد جلسات مع اللاعبين خاصة اللاعبين الكبار في فريق مصر المقصة، وأدى مرانه الأخير على ملعب الدفاع الجوي وأعلن قائمته لهذا اللقاء. خلال دقائق كابتن إسلام يكون مع حضرتك تشكيل الفريقين لهذا اللقاء، طاقم تحكيم زي ما حضرتك عارف كابتن إسلام لهذا اللقاء بقيادة أمين عمر ومحمود أبو الرجال وهاشم الدسوقي والحكم الرابع محمود الدسوقي. معاك يا كابتن إسلام لو في أي استفسار أي تساؤل موجود مع حضرتك. لا أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، وإن شاء الله هننتظر التشكيل الرسمي لهذه المباراة سواء للنادي الأهلي أو لمصر المقصة. زميلنا فاروق صلاح من أرض الملعب الحقيقة جاب لنا كل الأخبار فيما حدث في فندق الإقامة وملعب المباراة. زي ما قلت لحضراتكم مباراة هامة مباراة صعبة، إذا ننتقل سريعا إلى جرافيك هذه المباراة أو الأرقام وماذا تقول هذه المباراة. الدوري المصري الممتاز موسم 19-20 النهاردة الأربع 1 يناير 2020، نادي مصر المقصة سيلاقي النادي الأهلي في الأسبوع 11. تاريخ المواجهات ما بين الفريقين النادي الأهلي والمقصة 16 مباراة، الأهلي فاز 11، تعادلوا في 3 مباريات، النادي الأهلي اتهزم في مباراتين. أهداف النادي الأهلي 30 هدف، أهداف على الأهلي أو استقبلتها شباك النادي الأهلي 14 هدف. موقف النادي الأهلي ومصر المقصة في الدوري، النادي الأهلي 8 مباريات فاز في 8، سجل 23 هدف، استقبلت شباكه هدف وحيد، عنده 24 نقطة في المركز الأول قبل بداية مباريات اليوم، ولكن بعد بداية مباريات اليوم المقاولون العرب بيفوز على الاتحاد السكندري ويصبح في المركز الأول. أيضا مصر المقصة لعب 10 مباريات، فاز في 2، تعادل في 3، خسر في 5، سجل 12 هدف، استقبلت شباكه 16 هدف، يملك من النقاط 9 نقاط في المركز الـ15. النادي الأهلي إمتى بيجيب جوان؟ النادي الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم جاب 23 هدف موزعة كالآتي على 90 دقيقة، أول ربع ساعة 3 أهداف، تاني ربع ساعة هدفين، تالت ربع ساعة هدفين. أول ربع ساعة في الشوط الثاني 5 أهداف، ثم تاني ربع ساعة في الشوط الثاني 5 أهداف، وكالعادة بلس 19 أو زائد 90، النادي الأهلي في آخر ربع ساعة بيحرز 6 أهداف. النادي الأهلي استقبلت شباكه هدف وحيد كان في الربع ساعة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الثاني. طيب خلينا بقى نروح لتوقيتات إحراز مصر المقصة لأهدافه. النادي مصر المقصة أحرز 12 هدف في الشوط الأول، أحرز هدف وحيد فقط، ثم في الشوط الثاني أحرز 11 هدف. الشوط الأول الربع ساعة الثانية بيحرز هدف، وأما مع بداية الشوط الثاني بيحرز هدفين
ثم مع ربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة ونهاية المباراة 3 أهداف، والربع ساعة الأخيرة بيحرز 6 أهداف. نادي مصر المقاصة استقبلت شباكه 16 هدف موزعة كالآتي: هدف في أول ربع ساعة، هدفين في تاني ربع ساعة، 5 أهداف في ثالث ربع ساعة أو نهاية الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني مصر المقاصة استقبلت شباكه 2 هدف، ثم في آخر ربع ساعة 6 أهداف بتستقبلهم شباك مصر المقاصة. آخر مباراة في الدوري العام أو نتيجة المباراة السابقة للأهلي: الأهلي بيفوز على الاتحاد السكندري في الأسبوع 10 4-0. أما نتيجة المباراة الأخيرة لمصر المقاصة كانت يوم 3-24 ديسمبر في الأسبوع 10، بيتعادل مع نادي مصر بهدفين لكل فريق. طيب، المباراة القادمة لمصر المقاصة: المقاولون العرب سيلاقي مصر المقاصة في الأسبوع 12 إن شاء الله يوم 5 يناير 2020 الساعة 2:30. أما مباراة الأهلي القادمة هتكون إن شاء الله يوم الحد 5 يناير، الأهلي سيلاقي نادي مصر في تمام الساعة 7:30. قائمة فريق النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود متولي، وعلي معلي، حسام عاشور، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، محمد مجدي أفشة، وأحمد الشيخ، وجيراردو. أما خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن، وعودة صلاح محسن، وغيابات حدث بقى ولا حرج: شريف إكرامي، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد، محمد محمود، حمدي فتحي، جونيور أجايي، حسين الشحات، رمضان صبحي، صالح جمعة، وكريم ندفد، مع المدير الفني للنادي الأهلي مستر ريني فايلر. قائمة نادي مصر المقاصة لهذه المباراة: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مصطفى، خط الدفاع: أحمد مودي، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد ياسين، وأحمد محسن. أما خط الوسط: صلاح ريكو، عصام صبحي، مصطفى شبيطة، محمد كناريا، صلاح عاشور، ميدو جابر، محمد مسعد، باولين فوافي، واحد من أهم وأفضل اللاعبين مع مصر المقاصة، وشميل سبيكلي، واحد من أهم وأفضل اللاعبين أيضا مع مصر المقاصة. أما خط الهجوم: عمرو مرعي، وأحمد صبيحة، وأحمد وموسز، مع المدير الفني لنادي مصر المقاصة كابتن أحمد حسام ميدو. طاقم التحكيم لهذه المباراة: آخر حاجة معانا النهاردة طاقم التحكيم: حكما للساحة كابتن أمين عمر، كابتن محمود أبو الرجال، وكابتن هشام الدسوقي، 2 حكام مساعدين، ثم حكم رابع كابتن محمود الدسوقي. عموما زي ما حضراتكم شفتوا ده الشكل العام لهذه المباراة، وامتى اتلعبت وامتى هتتلعب الفترة اللي جاية، ومباراة الأهلي القادمة، وكذا وكذا. زي ما حضراتكم شفتوا دايما بنجيب لحضراتكم كل ما يخص هذه المباراة. كل اللي عايز أقوله بس لحضراتكم إن كل مباريات النادي الأهلي هذه الأيام تحت ضغط كبير جدا، تحت ضغط التصدر في البطولات المحلية أو اللعب في البطولات الأفريقية، وإن شاء الله التصدر مرة أخرى خلال المباريات القادمة، وبالتالي تحت ضغط كبير جدا. هناك عدد من اللاعبين مصاب ما بين إصابة وما بين حاجات، ما بين إصابة كبيرة وما بين إصابة خفيفة. نتمنى يا رب إن شاء الله إن كل الفريق إن شاء الله خلال الفترة القادمة، باستثناء طبعا الإصابات الطويلة اللي لسه قدامها أكتر من 5 و6 و7 شهور، زي حمدي فتحي وزي محمود محمد محمود وزي سعد سمير، اللي نتمنى لهم يا رب دوام الشفاء. ان شاء الله رمضان صبحي يرجع قريب، اعتقد لسه قدامه 2 أسبوع، وده شيء جيد جدا. ايضا لسه قدامنا في سعد سمير، ربنا يرجعه بالسلامه. ان شاء الله اجايه يبقى موجود، وكل بقيه اللاعبين كلهم ان شاء الله، وحسين الشحات، يبقوا متواجدين خلال الفتره القادمه. عموما مباراه مهمه، مباراه صعبه جدا، نتمنى ان شاء الله ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الأولى دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن نقاط القوة والضعف لفريق مصر المقاصة، وبعد كده هنستقبل بقى بعديه على طول كابتن أيمن دجيش عشان نتكلم عن طاقم التحكيم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور أحمد ثابت، أهم نقاط القوة والضعف في الفريق.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك يا كابتن؟ شرف اسلام. ضروره كابتن، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ ازيك كابتن اسلام؟ كل سنه وانت طيب. انت حضرتك طيب والنضاره ورينا كده لون ال النضاره بره ال جايه من فرنسا. لون النضاره انا عايز اعرف لون ال جايه من فرنسا. العدسات من فرنسا؟ فرنسا. لا مش العدسات برضو. كل سنه وانت طيب يا اسلام. ماشي يا كابتن شريف. النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك يا كابتن؟ تشرف النوم. كابتن فتحي، تشكيله في للنادي الاهلي تشكيله مختلفه عن التشكيلات السابقه، ايه رايك؟ اتفقنا في الاول ان طبعا كل تشكيل لاي مدرب هو المسؤول عنه وهو اضرب لعبته. تمام. لكن اللي بيطمننا في النادي الاهلي ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دلوقتي اصبحوا قادرين انهم يلبسوا فانيله النادي الاهلي. يعني يتشرفوا انهم يلبسوها وهم قادرين انهم يحملوا هذه المسؤوليه. وبالتالي انه يغير لعيبه لاصابات او يغير لعيبه ان نواحي خططيه او يغير لعيبه لنظره لماتشات متقدمه فده ما مش عايزه يقلقنا. اذا كان هم نفس الخط زي ما برضه بنقولها في كل مباراه، عمود فقري فرقه ما بيتغيرش، يبقى الاعمده بتاعت البنايه ما بتتغيرش. انت بتغير في الديكور، غير زي ما انت عايز، ودي بتحصل في كل دول العالم. اهم حاجه الثبات، الثبات في العمود الفقري والى حد ما في ايه الظهرين. الظهرين عندك ما بيتغيروش كتير، يعني اذا كان معلول وهاني او معلول وفتحي فدولت الاثنين مع بعض عندي، او هاني وفتحي ممكن يبقى معلول مثلا متقدم في حاجه. ودائما فايلر بيعتمد على الجوكر جوه الملعب بحيث ان هو ما تعرفش، يعني ممكن احمد فتحي النهارده يلعب باك ليفت وده الاقرب ان احمد فتحي يلعب باك ليفت، ومحمد هاني يلعب باك رايت، وعلي معلول يلعب جناح ايسر، واحمد الشيخ يلعب جناح ايمن، ومحمد مجدي قفشه ما بينهم، وفي الامام مروان محسن. وده يا كابتن سالم ده الاقرب، وده اللي بيميز الفرق الكبيره عن الفرق الصغيره. الفرق الكبيره المتميزه، الفرق العالميه اللي بتكسب بطولات، بتكسب كاس عالم، بتلاقي في كل فرقه على الاقل في ثلاث لعيبه بيلعبوا في اكتر من مركز. ايوه يعني يلعب في اذا ممكن تعمل تغيير داخلي بدون الاستعانه لمقاعد البدلاء بناء على ظروف المباراه، خططيا، تكتيكيا، هجوميا، دفاعيا، اصابات، طرد، اي حالات من اللي بتحصل، استنفاذ تغيير، وبقى عندك ما عندكش تغيير وحصل لك اصابه. لابد ان لكل فرقه بيكون عندك ثلاث لاعبين. النادي الاهلي دلوقتي فيه اكتر من ثلاث لاعبين، فيه حوالي 4-5 بيقدروا يلعبوا في مكان الشوكه. كابتن شريف، شفت التشكيل ازاي؟ يعني اول ما جالك التشكيل وقريته شفته ازاي؟ والله هقول لك على حاجه. لما بيبقى بشوف فيه غيابات حصلت من الاصابات او الايقافات او اي حاجه، بحيث ان المدير الفني الكبار قوي اللي في العالم كله، يعني لما بتحصل عندهم الحاله دي زي ما قال كابتن فتحي، بيبقى عندهم لعيبه من الجواكر انها بتعوض الغيابات دي، الاماكن الاماكن دي. بس انا بحس المدرب الواعي اللي زي فايلر كده بيبقى عنده تامين يا كابتن فتحي دفاعي وتوازن هجومي في نفس الوقت في حاله الغيابات دي، فبيعمل نقط ارتكاز في الملعب. نقطه ارتكاز في الملعب دي اللي بتوفر الحاله الهجوميه والضغط على المنافس، بحيث ان انت وانت بتتكلم بتقول انا النهارده بقيتش عارف النادي الاهلي الحقيقه اللعيبه كلها بقت زي بعض سواسيه، بيدوك كل المجهود اللي عندهم، خاصه لو عندهم التحركات سليمه زي كانت من الجناب والاطراف اللي هي بتبص في الاخر لمنطقه الجزاء. فانا بحس ان مهما حصل عندي من غيابات وهذا، بيبقى ريني فايلر محضر بعض اللعيبه الثانيه اللي هي بتامن له اولا ان هو ما تحصلش اي هزه في الفرقه. يعني ما انت اكيد برضو بتلعب فرقه عندها شكل هجومي وعندها سرعات، وخاصه بيبقى في اول ربع ساعه وكل فرقه مكتمله الحاله البدنيه بتاعتها. فانا لما بيكون عندي غيابات وكده بتصب الحكايه بقى على الفكر الفني، بتصب على التعليمات للعيبه كلها في التدويره اللي هو بيعملها، بيستغل اكتر حد من اللعيبه عنده ثقه وعنده من الفنيات العاليه زي معلول مثلا. معلول زي انا كنت قاعد بتكلم معاك انت، بحسه من احسن الناس اللي بتتعامل مع الكوره وبيستلم الكوره، وازاي بيشوف اللعيب الثاني وازاي بيوصله وازاي، فبيدي ثقه لبقيه الدوافع اللي موجوده عند اللعيبه الثانيه ويخليهم يتحركوا غصب عنهم. فانا ما بحسش بالغيابات دي، لان زي ما انت قلت الدوافع بقت موجوده عند اللعيبه كلها، انا تعوضني اي غيابات. كابتن اسامه، اذا نظرت للتشكيل من الممكن ان انت تلاقي ناس متلخبطه شويه في التشكيل، ولكن ممكن جدا تلاقي احمد فتحي وده الاقرب يعني بيلعب باك ليفت
ومحمد هاني باك رايت وعلي معلول جناح ايسر. وزي ما انت قلت النهارده اول ما دخلنا كانت قلت لي موجوده في مباراه بلاتينيوم لعب فيها لما حب يشرك محمود متولي ويدخله عشان يبدا يديله الثقه ويدخله الفريق. حط محمود متولي مساك ولعب ايمن اشرف باك ليفت وزق قدام علي معلول. في حاجه تانية برضه يا كابتن اسلام ممكن يعملها برضه النهارده، يلعب باربعه 4-3-3 يغير من 4-2-3-1 يخلي كل واحد على حسب عدلته. يا احمد فتحي يحط محمد هاني باك رايت ويحط احمد فتحي في وسط الملعب ثالث مع ديانج ومع السوليه، يبقى عندك ثلاثه. وعندك الثلاثه الامامي احمد الشيخ، عندك مجدي قفشه، عندك مرام محسن، ويغير ويحط علي معلول في مكانه الطبيعي الباك ليفت وبيلعب 4-3-3. ده هيبان كله النهارده في الوقفه في بدايه المباراه، كل لعيب واقف ازاي هتبان، سواء احمد فتحي بيلعب باك رايت ولا في وسط الملعب، علي معلول بيلعب باك ليفت ولا قدام. لكن النهارده القماشه بتاعت النادي الاهلي، يعني النهارده مباراه صعبه. صعوبه المباراه في عدد الغيابات اللعيبه المهمه والمؤثره اللي مش موجوده النهارده. فالنهارده مباراه زي مباراه المقصه مهم فيها جدا الثلاث نقاط عشان تقدر برضو تستمر عمليه الفوز وحصد النقاط في بطوله الدوري. الغيابات طبعا مؤثره، لكن فايلر دايما معودنا ان دايما بيلعب باي تشكيله باي لعيبه بيقدر يوظف من داخل الملعب. المقصه ظروف وحشه في الدوري، يعني مش ده المقصه اللي دايما معودنا ان هو دايما بينافس على الخمس مراكز الاولى او الست مراكز الاولى. النهارده المقصه في المركز ال15. النهارده لو شفنا لعب حوالي 10 مباريات فاز في ماتشين بس، 8 مباريات اتكلم في تعادل 3 مباريات وخساره 5 ماتشات، ده عدد كبير بالنسبه لمصر المقصه، خاصه انه بيمتلك لعيبه على مستوى عالي دعم السنه دي بشكل كبير. عندك لعيبه كويسه جدا موجوده، عمرو مرعي، ميدو جابر، عندك صلاح ريكو، عندك صلاح عاشور، خاصه الخط الامامي يمتلك من اللاعبين المهاجمين لعيبه جيده ولعيبه كويسه جدا تقدر تغير سيناريو المباراه في اي وقت. لكن المستوى على مستوى الافراد المقصه كويس، لكن المستوى الجماعي لسه ميدو ما حطش ايده على فرقه المقصه. فالنهارده هتكون مباراه قويه. دايما مباريات الاهلي والمقصه مباريات فيها نديه، ما بقاش فيها مباريات اهداف كتير، يعني ممكن تلاقيها 2-1 2-0 1-0 مباريات بيبقى فيها نديه وفيها قوه. زاد المقصه النهارده لو شفنا تلقت شباكه 16 هدف، النهارده تاني فريق بعد اسوان تلقت شباكه اسوان 17 هدف ومصر المقصه 16 هدف، ده عدد كبير جدا. النهارده يعني اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبتدي في ضغط من الامام. من طيب الامام هنتكلم في كل هذه الامور الفنيه، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن المباراه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل بس ما اروح انا عايز برضو اهني كابتن محمود وحيد، النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا محمود. محمود وحيد واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي متواجدين في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. ايضا عندنا واحد من النجوم النهارده اللي موجود معانا في الاستوديو، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، هيكمل 55 سنه زي ما هو قال لي، ماليش دعوه. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. دايما ويعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا دايما، ودايما بتنورنا وبتشرفنا واستاذنا يعني. انا اللي بتشرف بالكوكبه النجوم الثلاثه اللي قدامي دولت، يعني قمر ونجمين يعني ما شاء الله يعني. ربنا يخليك يا كابتن الله. ودايما ربنا يخليك طيب يا كابتن فتحي. كل ما اجيب حد معايا في سهره معايا يقول لي كابتن فتحي كابتن فتحي كابتن فتحي. حاجه بيحبوا كابتن فتحي؟ بيحبوه اتفرج عليها كتير. اكتشف النجوم كابتن فتحي. طيب النادي الاهلي هو اللي جمعنا، والنادي الاهلي هو اللي علمنا ازاي نحب بعض ونحترم بعض ونقدر بعض، وان احنا نفني حياتنا كلها النادي الاهلي. لولا النادي الاهلي ما كنا احنا الاربعه قاعدين في هذه القعده لنا كلنا ان شاء الله. تمام. كابتن فتحي النهارده برضو مروان محسن بقى له ماتشين تقريبا ما لعبش، وبعد كده رجع دلوقتي يلعب. ايه رايك برضو في او كيفيه الاداء الهجومي في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ هو زي مش مروان، خلينا ناخد المجموعه يعني زي ما كابتن اسامه كان بيتكلم في الشكل يعني كده ووضع احمد فتحي وهنشوف ايه. هو التخيل ان هو بيلعب 4-3 هيزود احمد فتحي عشان يامن الحته دي، 2-1 هيلعب بالاثنين، ثم واحد مروان محسن قدام، وهيعتمد برضو على ان الظاهرين هم اللي يقوموا بدور الجناحين، يعني بحيث يكملوا واحد فيهم بيكمل مع الاثنين اللي قدام هيبقوا ثلاثه. هتلاقي في الوقت معين انت بتلعب 3-4-2-1، يعني
شاغل المنطقه اللي هي في عمق المقصه، لان المقصه دخل فيها جوه كتير زي ما اسامه بيقول. أيوه. وجاب اجوال اقل مما سجل، يعني دلاله على ان القوى الهجوميه عنده او الشغل الهجومي عنده مش تقيل قوي، لكن هم الدفاع مثلا قليل. هو فكر في هذا الفكر وهو بيشوف مجموعه اللعيبه اللي هتنظم الفكر بتاعنا ايه، كيفيه الاحتفاظ بالكره، كيفيه نقل الكره بسرعه وانتقال، والوصول والضغط على الخصم من اول دقيقه. هنشوف الكلام ده مش هيدي مساحات، مش هيدي وقت للفرقه اللي قدامنا المقصه انه يديها وقت انها تستحوذ على الكره او تحضر، ولا هيديها وقت انها تخلق مساحات. كل ده هيجي عن طريق الضغط السريع لما هنفقد الكره. الناحيه الدفاعيه بقى كابتن شريف، التكوين بتاعها هيكون ازاي جوه الملعب؟ هو دايما يعني اي فرقه بيبقى عندها جود باس، مفيش ميز باس كتير، بتشيل الحمل من على الديفندر بتاعه، او بيبقى الحاله دايما موجوده في نصف ملعب الخصم، فاي قطع كوره، اي كونتر اتاك علينا هم يملكوا منه السرعات الحقيقه. ففي الحاله التبادليه اللي بتبقى بين الاثنين اللي في العمق عندنا نجار ربيع ومحمود متولي، دايما في مشاهده كويسه قوي لشكل نص الملعب بتاع الخصم، جاي ازاي، بيتحرك ازاي، تحركات علي معلول اذا كان هيبقى في منتصف الملعب او احمد فتحي هو اللي هيبقى الباك ليفت النهارده، انا ما اعرفش الشكل اللي هيبقى فيه ايه. فدراسه فايلر للحاله بتاعت فرقه المقصه، الشكل الهجومي بتاعهم، شكل نص ملعبهم، هو ده الشغل الشاغل بتاعهم، ان احنا ما نديهمش اي مساحات زي ما احنا بنقول للفرق. فعندنا بتبقى مسؤوليه كبيره عندنا في الدفاعات بتاعنا، دفاعات هجوميه ودفاعات في نفس الوقت بتوازن دفاعي، عشان احنا ما نسيبش الدنيا ونهجم مره واحده ويحصل اي هزه من اي رده فعل في الكونتر اتاك. فالحاله دي هو اللي بيوزنها او بيكون شكلنا كويس فيها قوي عمرو السوليه وإليو ديانج، هم اللي بيريحوا لنا الحاله الدفاعيه بالنسبه لنا. طيب كابتن اسامه، الاجنبي النهارده دائما ما يكون عليه اعتماد، هل لو محمد هاني هو اللي لعب بكره، ما احنا مش عارفين نتكلم عنه، لكن بنتكلم بشكل عام، هل الاجناب النهارده لو هيكون عليهم دور كبير جدا كالعاده، يعني بغض النظر عن الاسماء، يعني لانه احنا خلينا نتفق على ان احنا انت ممكن تقول ان احمد فتحي يلعب باك ليفت، ممكن حد تاني يقول لك لا اصله ممكن يلعب زي ما انت قلت تالت في وسط دي بتبان بقى في الوقفه في بدايه المباراه، في بدايه المباراه تعرف اذا كان احمد فتحي باك رايت او في وسط الملعب. لكن انا ما بحبش التغيير كتير في داخل الملعب، خلاص انت ثبت علي معلول باك ليفت، تحطه على باك ليفت، ويبقى التغيير في نطاق ضيق، يبقى في مثلا في عنصر او في لاعب واحد بس. دايما الاطراف في النادي الاهلي ليها دور مهم جدا، خاصه مع التكتلات الدفاعيه. لكن انا النهارده شايف المقصه مش بادئ بتشكيله دفاعيه، لا ده بالعكس، ميدو النهارده مفاجئنا بيلعب بتشكيله هجوميه، عمرو مرعي مهاجم، ميدو جابر تحت المهاجم، محمد مسعد بيلعب دايما ناحيه اليمين او الشمال تحت المهاجم، وبيكلي برده دايما اللي بيجي، وانطلاقات بيكلي وسرعته من تحت، بيلعب باثنين خط وسط، محمد كناريا اللي ما بيتميزش بالقوة الدفاعيه العاليه، وشبيطه لاعب النادي الاهلي السابق، فهم دول وسط الملعب اكتر واحد وشبيطة. دفاعي يعني شبيطة. مصطفى شبيطه. لكن النهارده ميدو بيفاجئنا بتشكيله هجوميه على النادي الاهلي. دايما الاطراف في النادي الاهلي ليها دور مهم جدا، خاصه كان علي معلول او محمد فتحي، احمد فتحي ومحمد هاني. شفنا المباراه اللي فاتت بلاتينيوم، الكره العرضيه من علي معلول اللي فكت شفره المباراه عن طريق وليد سليمان. فدايما الاجناب في النادي الاهلي ليها دور هجومي بيبقى مؤثر، خاصه في التكتلات الدفاعيه او في النواحي الدفاعيه، في انطلاقات بقى بيكلي، محمد مسعد، ميدو جابر القادمون من الخلف. الوقفه النهارده الصحيحه بتاعت الاجناب مهمه جدا، النهارده مهم جدا برضو انك دايما توسع الملعب. النهارده ما بقاش فيه، يعني احمد الشيخ بيعملها بشكل جيد، دايما بيكون فاتح الملعب حاطط رجله على الخط من بره، بيدي يعني اتساع في النواحي الهجوميه. مروان محسن النهارده يعني عوده بعد غياب مره اخرى، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. ودايما المهاجم علشان يكتسب الثقه مره اخرى ويرجع ويقول انا موجود، دايما يا كابتن فتحي يا كابتن شريف هي لغه الاهداف، هي اللي بتاثر مع المهاجم، سجل هدف الثقه بترجع مره اخرى. تمام، هنروح بما اننا بنتكلم عن مصر المقاصه، خلينا نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب مع كابتن وليد وهيدي مدير الكره لنادي مصر المقاصه. وهيدي مدير الكره لنادي مصر المقاصه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرة ثانية كل التحية ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي ومتابعي برنامج ملعب الاهلي في كل مكان. معي في هذه الاثناء الكابتن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة. كابتن وليد،
مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب، بدايه جديده وموسم وعام جديد، والبدايه مع مواجهه فريق النادي الاهلي في الاسبوع ال11 للدوري، شايف المواجهه ازاي؟ الاول طبعا تحياتي للكابتن اسلام، وكل سنه وكل مصر طيبه ان شاء الله، سنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله. وطبعا قناه الاهلي دي من القنوات الغاليه علينا، وذكروني ده اخويا ما اقدرش اتاخر يعني. فاحنا طبعا مواجهه النهارده اكيد من يعني مواجهه بالنسبه لنا صعبه، وخاصه ان احنا يعني في قبل نقطه في الفتره ديت ان شاء يعني. برضو النادي الاهلي في يعني في قمه التفوق بتاعه في الفتره اللي فاتت ديت، فده بيزود طبعا صعوبه، خلاف ان طبعا انت بتلعب يعني نادي كبير من اكبر انديه افريقيا والشرق الاوسط، فبالتالي ده كله بيعمل حمل كتير. لكن احنا برضو املنا في ان احنا ندخل ان شاء الله وناخد الثلاث نقط بالنسبه لنا، معلش ما تزعلش، لان احنا طبعا احنا لاعبين على الثلاثه بونت، الوضع طبعا في الجدول ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. كابتن وليد، زي ما قلنا مواجهه صعبه، مواجهه قويه جدا، اخر الاستعدادات ايه ابرز التعليمات اللي قلتوها للعيبه، خاصه ان مواجهه الفريق النادي الاهلي اللي منتشيا وبيتصدر جدول الدوري، اكيد مواجهه صعبه وليها حساباتها. طبعا هو بس ما فيش شك، عايز اقول لحضرتك الحاجه، مباراه الاهلي والزمالك بالذات اللعيبه مشحونه لوحديها، يعني اقصد هي مش محتاجه شحن يعني ليها، بالاضافه ان هو طبعا الكابتن كان بيمرن الفرقه في الفتره اللي فاتت ديت على طريقته ان شاء الله اللي هيلعب بيها النهارده، وزي ما بقول لك هو بيزود صعوبه المباراه ان انت بتلعب النادي الاهلي وهو في قمه التفوق بتاعه وفي نفس الوقت، لكن الكوره طبعا في الاول في الاخر ملهاش يعني ملهاش مقاييس يعني. فبالتالي اكيد يعني اذا ما كناش هنعمل حساب الاهلي هنعمل حساب مين؟ اجمل كتاب كابتن وليد، بشكر حضرتك ان شاء الله، اتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. شكرا لحضرتك. شكرا. بشكر حضرتك كابتن وليد، كابتن وليد ويدي مدير الكوره بفريق مصر المقصه. مره ثانيه ترجع لك الكلمه كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، انا بشكرك كابتن فتحي، ان شاء الله هنتقابل بعد نهايه المباراه. شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. هنطلع بقى نشوف او نسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هنلاقي نجومنا الكبار مستنيين حضراتكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، نحتفل بالنقطه 27. ربنا يكرمنا ان شاء الله كل المجهود اللي يقدروا يبذلوه اللاعبين هيعملوه النهارده من خلال هذه المباراه. فانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وهستناكم بعد نهاية المباراة مباشرة مع نجومنا الكبار كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن أسامة، استنيكم.